تشتهر المملكة العربية السعودية بعدد كبير من الأكلات الشعبية التي توارثتها الأجيال منذ عقود، والتي تعبر عن موروثها الثقافي والحضاري، خاصة أن كل صنف شعبي يدل على موروث منطقة أو محافظة حسب عاداتها وثقافتها. يعتبر الطهي وتقديم المأكولات التراثية الشهية والمعروفة في المملكة العربية السعودية من أهم مراسم يوم التأسيس السعودي، وتوجد العديد من الأكلات الشعبية السعودية التي تم إدراجها في دليل الطهي الخاص بيوم التأسيس، كأنواع من الأطعمة التي رافقت الشعب السعودي طيلة القرون الماضية، فكانت جزءا من تراث السعودية وشاهدا على ثقافتها الغنية من جهة الطهي والبساطة في المقادير. في هذا اليوم يعود السعوديون للأكلات الشعبية والتراثية التي ترتبط بتلك المناسبة التي كانت تعد على مدار مئات الأعوام. فالمملكة العربية السعودية تشتهر بعشرات الأكلات الشعبية التي توارثها الأجيال منذ عقود، ومن أبرز وأشهر أكلات يوم التأسيس السعودي أكلة المرقوق الشعبية، الفقع أو الكمأ الشعبية، حلويات البلاليط الشعبية، أكلة الجمبري المملح، أكلة إدام الرجلة، أكلة قرص الجمر، أكلة الجريش، أكلة الحنيني، وغيرها الكثير. هذا وتعد الأكلات الشعبية التقليدية تعبيرا عن الاحتفاء بالضيف وإكرامه، وتعبر عن الموروث الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية، خاصة أن كل طبق يدل على موروث منطقة أو محافظة، حيث تتغير طريقة إعداد كل وجبة والمواد المستخدمة حسب المنطقة وعاداتها وثقافتها. على الرغم من تمتع المطبخ السعودي بغناه وتنوع أطباقه، إلا أنها تتفق جميعها بالمذاق الشهي الأصيل الذي لا ينساه الشخص عند تجربته.